السلام عليكم. عدنا بالقرد البثر شاولين ضدنا هذا الطيب المحترم. Good fight. Victory. يقول لي واو واو، طيب ملحم في وجهي ايش تباني اسوي لك؟ ايش اسوي لك؟ انا اعرف هو يقرب مني يسوي يهوش يبي يمسك علي بيري، طيب انا بجي الف عليك، لا توقف قدام وجهي. وحتى الحركة هذه هو يبغاني اضربه وهو طاير. اوكي جود فايت. هذا اللي انت تبيه، بس لما هو يفوز يقول لك ثانك يو، لكن احنا نفوز الحين هذه تحية. اوكي الحين خير ان شاء الله. شفت التحية حقه شلون؟ بسيطة no problem. الحين صرت ترجع ورا، ها من اول ولا خطوة واحدة ما تبي ترجع. طيب طيب اوكي. طلع دي سي والله معاه حق صراحة، اعذره من اول معرق في الاخير هزيمة. فالكيري ويلكم. انا اذا ما قابلت فالكيري في اليوم مع الاقل مرة ما اطفي لين اقابلها. أحب قاتل الفالكري. بالذات لو زي هذا يعرف يلعب.
عبي عبي استمنى. ما عندك أي مشكلة. قد فشت. الله قدك قطعت مشوار ترجع ثاني. يلا يلا شكلك تحب تجري انت. تكفى يا فالكيري لا ترفع الرمح فوق، انت مصيبة. انت لو رفعت الرمح فوق هليل. الله زي ما كنت. اوكي هذا خلاص راحت عليه. جود فايت. سنتريون سنتريون تعال يا سنتريون، انت مجنن ام الناس في الدول والبراو. انت ما في احد ما كفخته، حتى كنسي مو قادر عليك. تعال نشوف ايش عندك. هذا الماب مابك كله حواجز هنا وزنقات. هذه اللايت، هذه الثلاث ضربات اللي انا سويتها قبل شوي اغلبهم يكرهون الشاولين بس عشان ذي الضربة. ترى الضربة ذي دمجها 6. تعرفوا ايش يعني دمج 6؟ هذه دمجها 6، يعني كلها على بعضها دمجها يمكن 24. يعني الضربة الاولى اعتقد والثانية 6 والثالثة 6، يعني كلها 24. أو الأولى 12 والثنتين الأخيرة 6 6، ثلاث ضربات لايت. هي ضعيفة بس ليش احنا نستخدمها اللي يلعب شاولين؟ تخلي الخصم هذا بيحشرني هنا في الزاوية. شوفوا هو يبان يجي عند شوف قفل علي الحين حشرني. اعطيله الضربة دي، هاي الضربة تخلي الخصم غصبا عنه يرجع ورا، اللي هي الضربة الثلاثية دي. يعني هي فائدتها معنوية اكثر من انها دمج، تهز الخصم. اوكي جلدنا نسولف. فعشان كذا يكرهوا الشاولين، يحسبون ان الضربة هذه يوم تجيهم اكل دمج 50. لا يا حبيبي ما توصل ل 24 حتى. ما في جدران هنا. انحشرت. انت الرايدر تموت في شيء اسمه جدران وحواجز تعذبوا الناس فيه، ما تحبوا الساحات. يلا اعطيناك وجه.
راحت عليك، ضيعت الفرصة يا سنتوريون. انت ما انت سنتوريون اصلي، يعني تشوف اللاعب تروح استمرته ما تجي. راند الاخير جبناه من 2-0 ل 2-2، راند الاخير ان شاء الله نضحي ضحي به. لازم ابلع واحدة بيري عشان يبطل، ابغاه يهوش. هذا ما يهوش، يحلو خلاص. بتودع، استسلم. اوكي، مع السلامة. Good fight. شايفين هذا ليفله كم؟ غريبة، في ناس توصل للوارلود رب 60. هذا جابه عندي، هذا اول شيء. الظاهر انه يحب الدومينيوم كثير، لان الوارلد هناك ما شاء الله يعطيهم. فبما انه يحب الدومينيوم كثير، اتوقع ان اقدر اقاتله شوي. والله ما شاء الله. هذا يزدح 3 4 سوا، ايش اسوي عنده انا؟ اوه كويس، ما يستخدم الدرع. حلو حلو، يلا 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 يلا، خلينا نجيب معاك راوند شرف على الاقل. والله شكله ما في. شكلي ما باكل عيش معاك يا صاحبي الا والله. كويس كويس مرة، جبنا معاه راوند. الحين هو لو جلدني ما هو مشكلة. هذا انا اجلده وانا اقول له شكرا. وإذا ذا اللعب، والله المفروض ما المسك ولا لمسه. انت والله كان بيجيب صح. انت اصحاب الدروع، هذا الدرع ده يوهقكم اكثر مما يفيدكم. افا قم استحي على وجهك يا ولد، هذا ليفلك وتنسدح. شاول يسدحك معب. والله شكله مودع، اشوف حركاته داخل يطقطق ذا، مو معرق صراحه. اوكي جود فايت. انتهينا منه 3-0 يا ساتر. الله لا يحطني في موقفه هذا، ويعطيكم العافية على المشاهدة. السلام عليكم.